مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكي تشاهد المباراة مع رافضة زر الله ورش وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة ملعب أنفيلد بليفربول أما توقيت هذه المباراة سوف يكون في الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت قطر والسعودية والإمارات اما بالنسبه للقنوات الناقله للمباراه قناه بي ان بريمير دوغان الناقل الحصريه للمباراه نتمنى لكم فرجه ممتعه ولا تنسوا تعملوا بلايك كل بالقناه وتفعيل خاص تتسعد كل لكي يصلك المواعيد مواعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبله ونضرب لكم مواعيد في مواد قادمه